تليفون ريلمي سي 1 كان من احد الموبايلات القويه جدا في الفئه المتوسطه، ولاي حد بيفكر ان يشتري موبايل ثانوي جنب موبايله الاساسي كان ريلمي سي 1 هو الاختيار الامثل دايما. وانا شخصيا كان ليا تجربه مع الجهاز وتجربه مطوله كمان، وعملت عنه فيديو تفصيلي هنا في القناه تقدروا تشوفوه من الايه اللي هتظهر فوق على اليمين. وبسبب نجاح الريلمي سي 1 كان لازم ريلمي تعمل نسخه ثانيه جديده من الريلمي سي 1 وتنزلها السوق. وانا النهارده هنتكلم عن الريلمي سي 2 الاصدار الثاني من الريلمي سي 1 مع بعض التعديلات البسيطه في الجهاز، وده اللي هنعرفه في الفيديو ده ان شاء الله. ولكن قبل ما نبدا اعمل لايك للفيديو واعمل سبسكرايب للقناه وفعل النوتيفيكيشن عشان يوصلك اشعار بكل فيديو بنزله جديد. وشكرا جدا لمحمد والناس الجامده جدا دي اللي شجعتني بالفيديو اللي فات، حابب اقول لهم شكرا جدا على الدعم اللي بتقدموه. وخلينا نبدا في الفيديو على طول. الجهاز بيجيب شاشه اي بي اس ال سي دي 6.1 انش بكثافه بيكسل 281 بيكسل لكل انش، والشاشه بتحتل 80% من واجهه الجهاز الكليه. الشاشه عليها طبقه حمام الجوريلا جلاس الاصدار الثالث. الشاشه هنا هي اصغر من شاشه الريلمي سي 1 في الاصدار اللي فات، ولكن الاختلاف هنا من ناحيه الاستحواذ. الاستحواذ هنا افضل من الريلمي سي 1 بسبب الوتر دروب نوتش. وفي الريلمي سي 1 كان النوتش العادي المزعج جدا اللي ما تقدرش تتغاضى عنه باي شكل من الاشكال. والشاشه هنا هي افضل من شاشه الريلمي سي 1 بفضل كثافه البكسل الزياده والاستحواذ الافضل من ناحيه التصميم، وده اللي بدوره بيخلي تفاصيل الصوره احسن وشاربه اكتر. تصميم الجهاز حلو ومقبول والوانه جميله جدا، وخصوصا اللون الازرق والتموجات اللي في ظهر الجهاز دي اللي معمول على شكل مكعبات، والتفاصيل دي بيكون فيها بروز حبتين كده في الظهر بيديها شكل جمالي رائع جدا. ولكن التصميم برضو يظل من البلاستيك، ممكن يتخدش او يتجرح من اي شيء تقريبا. الجهاز بيجيب كاميرتين، كاميرا اساسيه 13 ميجا بكسل بفتحه العدسه f2.2 وكاميرا 2 ميجا بكسل ودي خاصه بالعزل او عمل البورتريه، وكاميرا اماميه 5 ميجا بكسل بفتحه العدسه f2.0. وبالنسبه للكاميرات فما فيش اي تغيير بالنسبه للريلمي سي 1، نفس الكاميرات اللي موجوده هنا هي نفس الكاميرات اللي موجوده هنا. الجهاز بيجيب معالج هيليو بي 22 بتكنولوجيا تصنيع 12 نانو، معالج رسومي باور في ار 8320. الجهاز بيجيب اندرويد باي وواجهه مستخدم كلر اس 6.0 من شركه اوبو. الجهاز بيجيب نسختين، نسخه 2 جيجا بايت رام مع 16 جيجا بايت ذاكره داخليه، والنسخه الثانيه 3 جيجا رام مع 32 ذاكره داخليه. البطاريه هنا 4000 ملي امبير وما بتدعمش الشحن السريع، ولكن البطاريه هنا هي اقل من الريلمي سي 1 لان بطاريه الريلمي سي 1 لو فاكرين كانت 4230 ملي امبير. في الجهاز السفليه منفذ الشحن مايكرو اس بي، منفذ 3.5 ملم وسماعات لسبيكر. كنت اتمنى ان الجهاز يدعم بصمه في الظهر، كانت هتبقى حاجه جامده جدا في الجهاز ده. سعر الجهاز هو $115 للنسخه ال 32 مع 3 جيجا رام، وهيتم الاعلان عنه متاح للشراء بشكل رسمي في الهند يوم 15 مايو، وعلى ما اظن مجرد تخمين انه هيكون متاح للشراء في الوطن العربي بعد شهر تقريبا. كنت اتمنى ان يكون في تغيير في الجهاز ده، وما يكونش التغيير من ناحيه التصميم بس، او على الاقل يكون في تعديل على الكاميرات وخصوصا كاميرا العزل اللي كانت بتضرب في اغلب الاوقات. كنت متوقع جدا ان الجهاز يكون فيه بصمه في الظهر، ولكن للاسف مفيش بصمه في الظهر. واعتقد ان مفيش اي تغيير من ناحيه السي 1، نفس التصميم نفس الاداء ويمكن اداء اقل حبتين. ولكن من ناحيه الشاشه، الشاشه فيها كثافه بيكسل بسيطه جدا حاجات لا تذكر، واجهه المستخدم كلر اس 6 من شركه اوبو. دي تقريبا الحاجه الوحيده الجديده في الجهاز. ممكن اي حد بيتفرج يقول ان الجهاز ارخص من الجهاز اللي فات. الجهاز بيكون ارخص من الجهاز اللي قبله في حالتين بس، ان يكون جايب مميزات اعلى من الجهاز اللي قبله او يكون بيساويه على الاقل. وبالنسبه للتطوير هنا في شركه ريلمي ما قدمتش حاجه جديده، اللهم واجهه المستخدم كلر اس 6 بس، بينما التطوير في الجهاز منعدم تماما. عموما تجربه الاستخدام المطوله هي اللي هتبين كل التفاصيل اللي انا بتكلم عنها دي، فلما يكون ده متاح هنزله على طول في القناه. فاعمل سبسكرايب دلوقتي للقناه وفعل النوتيفيكيشن عشان يوصلك بكل حاجه جديده بنزلها هنا على القناه. انا محمد من ريد تك، اشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.